في إطار بقى التطورات الداخلية واستمرار كل الوزارات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، خدوا بال حضراتكم إن في توجه عام إن أنا أوصل لك بالخدمة، سواء بقى الخدمة الصحية، سواء خدمات كثيرة جدا بدأت توصل لك، بما فيها أيضا شبكات الإنترنت اللي معمولة واللي قامت بيه وزارة الاتصالات واللي عملته وزارة الداخلية، إنك تقدر تخش والشهر العقاري، إنك تعمل خدماتك بسرعة من بيتك وعبر الإنترنت وإلى آخره. النهارده عجبني جدا جدا أن رئيس الوزراء لقى عربية قدامه من البريد السريع. احدى سيارات البريد المصري المجهزة بالكامل للعمل كمكتب بريد متنقل. اتفضلوا. العربيات دي اتعملت يا جماعة بالبنرات وكل حاجة علشان تتحرك وتصل الى الناس. ده رئيس الوزراء خارج من مكتب رئيس الوزراء اهو بيتفقد العربيات زي ما حضراتكم شايفين امامنا الان. انت تقدر تروح بقى تعمل كل ما تحتاجه من خدمات في هذه المكاتب المتنقلة. معي على الهاتف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا دكتور عمرو. اهلا فندم سيادتك، اشكرك على الاستضافة الكريمة. ربنا يخليك. انا دايما انا في الايام الماضية يعني خلال الكام شهر اللي فاتوا دول يا دكتور انا دايما بكلمك في انجازات بتعملها. يعني انت ربنا يبارك فيك يا فندم. والله انت عمرك ما كلمتني قلت لي والله انا بفكر اعمل كذا، دايما بضطر اتصل بيك لما بتعملوا حاجة وتقدموها، ففجأة بنلاقي حاجة جديدة. ربنا يخليك، دي حاجه تشرفني ان انا اتواصل مع سيادتك دايما يا فندم واكون ضيف برنامجك الجميل. يا ربنا يخليك. قول لي انتوا فكرتوا ازاي في الفكره دي رغم ان انتم اكتر عدد، ده انتوا مكاتبكم البريد المصري اكتر من البنوك يعني انت، ولكن ورغم ذلك انتوا فكرتوا في هذه الخدمه؟ طيب هقول لسيادتك الفكره جت منين. الفكره سببها انه عندنا مكاتب بريد عليها ازدحام يوم او يومين في الشهر. تمام يا فندم، عشان المعاشات بالظبط، وبقيه الشهر مفيش زحام والمكتب لا يدخله احد، فساعتها ليس يعني من ترشيد الانفاق ان انا اعمل مكتب كبير او اعمل مكتب في المنطقه فقط عشان خاطر يخدم المواطنين يومين ثلاثه في الشهر. وفي نفس الوقت من حق المواطن في هذه الايام ان هو لما يتوجه المكتب يكون المكتب منظم ويكون الخدمه سريعه وسهله. من هنا جت الفكرة ان انا يبقى عندي مكتب متنقل كأنه مكتب مؤقت ادفع به الى الاماكن المزدحمة في ايام الذروة، ثم يسحب الى اماكن اخرى حين تنتهي الحاجة اليه في المكان الذي كان فيه. يعني حضرتك هتحرك المكاتب دي في اوقات الذروة، عندك خريطة، عارف كويس جدا عندك المنطقة اللي محتاجة دعم فين، بتروح بعت لها العربية المتنقلة، ثم عندك المناطق التي تحتاج الى هذه الخدمات، بعد كده هتروح ناقلها الى هذه المنطقة، مش كده؟ بالظبط بالظبط كده. فبناور بهذه المكاتب في الاماكن الزحمة ان شاء الله بنهاية هذا العام هيكون عندنا 85 مكتب الى 100 مكتب من هذه المكاتب المتنقلة، يبقى بالتالي عندنا قدرة على دفع هذه المكاتب الى الاماكن الزحمه حين يعني تنشا حاجه اليها. محافظات زي ايه يا فندم؟ ما طالما حضرتك بتكلمني من 85 ل 100 سياره متنقله كده، انتوا كده هتغطوا تقريبا عده محافظات مره واحده. زي ايه المحافظات؟ لا يا فندم، هي مش مرتبطه بالمحافظات، وده من ضمن مميزات انها ممكن يعني تتنقل من محافظه الى اخرى. هي انا عندي خريطه وعندي يعني غرفة عمليات بتابع بيها حركة المكاتب. و ما هو ده اللي انا عايزه من حضرتك، تقول لي ايه المنطقة اللي حضرتك لاحظت ان انت هتوجه اليها اول عربيات اخر الشهر ده مثلا؟ المناطق اللي فيها كثافات يا فندم، يعني جوه كل محافظة في مناطق فيها كثافات فقط يومين في الشهر اللي هم يومين صرف المعاشات. تمام. وساعات بتبقى بتختلف من شهر الى اخر، فانا بدفع بالعربية أو بعربيتين حسب الكثافة. كويس، يعني المواطن هيقدر يتعامل مع المعاش بتاعه من المكتب ده كأنه في مكتب بريد عادي جدا. لأنه المكتب فيه اتنين من زملائنا من موظفي هيئة البريد، في مكنة صرف شخصي ATM، كأنه مكتب بالظبط. كويس. داخل هذه السيارة في مكنة ATM؟ في مكنة ATM طبعا متوصل عبر الشبكات بشبكة البريد، متوصل بكل خدمات البريد المميكنة بحيث انه يحصل على كل الخدمات البريدية كما لو كان مكتب عادي دائم مقام في اي مدينة.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، باذن الله هيكون لنا حوار مطور جدا عن هذه الخدمات المقدمه للمواطن المصري. بشكرك شكرا جزيلا.